هادي مسمينا دابا القبريه زعما هادي هي اللي كيشعل فيها العافيه باش كيسخن الحمام لداخل. هذا هو الماء غيطيب ونقلب ندخلو بسطر. هذا العظم ديال الزيتون اللي دائما تنعاود لكم عليه، الفيطور هو الفيطور ديال عظم الزيتون مزيان تيبرد القلب تيشعل شعله بحال اللي دايره فيها ليسانس. هذا هو الحمام ديال جدودنا التقليدي اللي عقلنا فيه مع والدينا، هو هذا ها هو هاد البرمه هادي راه ديال عكوزتي الله يرحمها ديال النحاس وهي باقا كتخدم، وهذه هي اللي كتسخن الماء وكتعطي البخ باش كيسخن والارض ديالو الا فات تعطيتو العواد بزاف وحميتو بزاف ما كنقدوش نحطو عليها حتى رجلينا. ياه هو الحيوط انا بغيت نخليه هكا ولكن تاني واحد بنتي تاني ما كتبغيش قالت لي ما ديري ليه لا جير لا والو، انا وياها راي واحد قالت لي ما ديريش ليها من جير. وجات عندي واحد المره من المانيا هي وراجلها زياده وخلوق تما ما تعرف العربيه لا والو مسكين. ايوا وانت انا حميت لهم هذا الحمام نيت اللي كتشوفوا. ايوا وقلت لها يلاه دخلي وريه التقاليد ديالنا وداكشي دخلي. ايوا دخل مسكين دوش فيه وملي خرج قلت لها واش قال لك حيت ما تعرف العربيه لا والو، قالت لي ودي راه قال لي واش انتي كنتي تعومي هنايا. جا عجب زعما بنادم كيفاش يعوم في هاد الحمام هذا، قالت لي انا كنت نعوم هنا. ايوا هذا ما كان. ايوا ودابا الوليده البنيات بنات ولدي بغات زعما فتا بغاو نفرش لهم هنايا خا الفرينات ماشي مشكل. ايوا تيبردو الا بغاو، ايوا بغاو شاي راه نخرجهم ان شاء الله يمشوا له حيت جا هاد الحمام بعيد شويه على الخيمه. ليا الحمام غدا نقي هاد الحمام هادي وندقها ونديروها لراسنا ملي ندخلو الحمام نديروها شي بكري كانوا تيتمروا بالحنة وديروا لحمهم وديروا الغسول صابون البلدي كلشي دابا حتى دابا كلشي باقي موجود. شوفوها باش تيبقى الحجر هنا في الميدونة. هيا ملي نسفتها شوف شحال تاع الحجر فيها، الحجر هي كان خاص هذاك المهرس ديال الحديد يكون غارق باش ما تطيرش. هادشي اللي عطى الله دابا هكا كانوا تيغربلوها والدينا بكري. هذا الغاسول وهذا الصابون البلدي. بديتاش بزاف نديرو على راسنا باش تحيد دغيا الا بغاو البنيات. هكا كنشوف امي الله يرحمها كانت ديرها في شي زيف ديال النيل ورقيق وتغربلها يرحم الناس كان كلشي عليه السر. ولاد ولدي كلهم مجموعين عليا حيت ما عمرهم شافوا الحنه ورق. تجي بالباكيه الباكيه تيعجبوا عليها.
راه راسنا خدجه يسموها مدك. يعني نشوفهم الا بغاو يديروها بالبنيات ولدي راسهم بسم الله، ما بغاوش يديروا على لحمهم بعدا يتعلموا ديك القاعده ديالنا حنا، بقى عندهم قاعده ان شاء الله من بعدنا. اش انتيا هاد البرمه ديال الماء هي طابت لي برا، البرمه اللي لداخل حتى هي طابت. هي الغطايه اللي كانت تدير مي مسكينه، هذا واش اللي كان بكري الله يرحمها ويوسع عليها الجميع ما شاء الله. ها هو درت ليها الشمع، كانت البوله خفتها تعرق وترتق علينا ولا شي. ها الشميعات، هنا الشميعات، ايوا دابا يا ان شاء الله نغسلو على خاطرنا خاطر الحال دركنا المغرب هادي. شوف صلا على خاطرنا خرجوا من تما الفراش ان شاء الله. هذا هو الحمام البلدي، ها هي البرمه، ها هي كتطبخ وكتعطي داك البخار ديالها ولا كيسخن الحمام كي داير طبيعي مزيان صحي. بزاف ديال الناس باقيين دايرينو هنا في القبيله، كم قبيله اللي دايره فيها الماء سخن اللي هنايا همني كتنفس. هذه ثاني هاد الطويقه هذه دايرينها لهنا، كيخرج الدخان من هنا باش كتشعل الاخرى مزيان. شوفي دايره، ايوا هادشي اللي هذه هي التقنيه ديال العروبيين مساكن كيديروا حتى هما باش يحيدوا وسخهم يفكروا.